تعال يا زياد، هعرفك على مستر سامح سي او. ملك، هو انا ممكن افهم الاستاذ بيعمل ايه هنا؟ نعم؟ وانت مين سمح لك اصلا تتدخل في شغلي؟ وايه نبرة الصوت دي اللي انا سامعاها؟ شغلك؟ وانا شغلك؟ ده انت مدوراها. مدوراها؟ مدوراها واسطه. مش الاستاذ ده انت رفضتيه من يومين؟ ايه اللي خلاكي ترجعي تقبليه تاني؟ انا عايز كل اللي في الشركه يجوا هنا يتفرجوا على الاستاذه ملك. اللي رفضت واحد من يومين ورجعت دلوقتي وافقت عليه وعينته. هو جاب هديه حلوه ولا ايه؟ انت اتجننت؟ انت ازاي بتتكلم معايا كده اصلا؟ انا هحاسبك على كل كلمه بتقولها. هو انا مش كل ما اجيب لك حد تعينيه ترفضيه عشان ما بتحبيش الوسايط؟ اشمعنى ده بقى؟ عايز افهم. انا فاهمك. عاده يا رفعت اللي عنده عيب بيلزقه في اللي قدامه. اوعى تفتكر يا رفعت ان بالشغل اللي انت بتحاول تعمله ده انك هتعمل اللي انت عايزه. يا انا انت في الشركه دي، سامعني؟ يبقى انا ملك. عشان انا مش بتاع وسايط يا مستر سامح. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ اتفضل سعادتك شوف الاستاذه ملك اللي حضرتك بتقف في صفها دايما بتعمل ايه؟ وطي صوتك يا رفعت، احنا مش في زريبه. مستر سامح، البني ادم ده ما ينفعش يبقى معانا في الشركه. انا اصلا ما اعرفش واحد زي ده بيشتغل معانا ازاي. اهدي بس يا ملك وتعالي مكتبي فاهميني في ايه. لا يا مستر سامح، ما تفهمش في مكتبك. احنا عايزين نفهم كلنا هنا. رفعت، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مستر سامح، انا مش هقدر اشتغل مع البني ادم ده، مش هقدر. ملك اهدي بس وتعالي مكتبي، وكل واحد يروح مكتبه. تعالي يا ملك. زق عجلك انت بقى، عشان انت مش هتدخل الشركه دي الا على بوستي. انا بصراحه اول مره اشوفك ومش عايز اعرفك، بس نصيبك بقى جابك في طريقي، ما تجيش تاني في طريقي. ها، وانا برضو اول مره اشوفك، والحقيقه برضو مش مهتم اعرفك. واول ما شفتك كده مفيش غير حاجه واحده جت في دماغي وعايز اعملها من زمان، مش عارف ايه هي. هي دي يا حيوان. نادوا يا ابني، طلعوا القطه بره. تعالي بس يا ملك، تعالي بس، ما ينفعش كده. اهدي بس. اهدى ايه؟ اهدى ازاي؟ ازاي المتخلف ده يتدخل في الشغل بالطريقه دي؟ مستر سامح لو سمحت، انا عايزه اكشن عشان اتاكد ان احنا شركه محترمه. طب ممكن تقعدي بس؟ هيتحاسب على الطريقه يا ستي، بس انا قلت لك قبل كده خلي بالك منه. مش حضرتك بتقول ان هو اللي واسطه مع الاونر؟ طب انا بقى عايزه الاونر يجي الشركه عشان يحط حد للموضوع ده. حاضر، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس اهدي بقى. سلامتك يا ريس. بغض النظر عن الروسيه، بس ضربت معلم، الشركه كلها كانت بتتفرج عليها. ولسه مش ههمد لما طيرها من الشركه، وهطيرها يا رجب. اني طيرها يا ريس، كرسيها مستنيك، بس انا ما قلتلكش حاجه. رجب، امورنا يا ريس. اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف. تحت امرك. اطلع بره. طبعا. زياد فين؟ رفعت طرده بطريقه سخيفه جدا. هو رفعت ده فاكر نفسه يعمل اللي هو عايزه؟ طب ممكن تهدي؟ فين السي في بتاع زياد؟ ليه؟